السلام عليكم. اذا غادي نحسبوا لا ليميت ديال النهايه التاليه. اذا كما كتلاحظوا فلا ليميت الى درت التعويض المباشر لا ليميت ديال 1 ناقص اكس كاري، اذا اكس كاري تنفير بلس انفيني مع الموان غتجينا موان الانفيني، مع القيمه المطلقه غتجينا بلس انفيني، وفي البسط غيجيني بلس انفيني. اذا هذا فورم ان ديتيرميني. اذا خصنا نحيدوا هذا الفورم ان ديتيرميني. إذا غنحيدو الفالور أبسولي، كيفاش غادي ندير نحيد لافالور أبسولي ديال 1 ناقص إكس كار؟ حنا كنعرفو بأن إكس تونفير بلوس تانفين، يعني أن إكس واحد العدد اللي هو كبير بزاف، دونك إكس كاري راه تونفير بلوس تانفين، دونك موان إكس كاري تونفير موان لانفيني، إذا 1 ناقص إكس كاري راه حتى هو تونفير موان لانفيني. لأن موان إكس كاري واحد العدد اللي هو صغير بزاف، بالتالي وخا نضيف ليه واحد راه دائما غيبقى التعبير سالب. إذا شنو كيعني هاد التعبير هذا سالب؟ كيعني بأن هاد الفالو أبسولي ديال 1 ناقص إكس كاري، إذا بما أن هاد التعبير اللي لداخل سالب، إذا كندير ناقص 1 ناقص إكس كاري، إذا غيصيب لنا ناقص 1 زائد إكس كاري. إذا هذا هو التعبير، هذا هو الشونجمون اللي خصني ندير. لا ليميت كنحيد القيمة المطلقة، قلنا كنديرو ناقص 1 ناقص إكس كاري على إكس ناقص 6 بلس أنفيني. إذا لا ليميت ديال ناقص 1 زائد إكس كاري على إكس ناقص 6 بلس أنفيني. إذا حصلنا على واحد الفونكسيون راسيونيل، النهاية ديال الفونكسيون راسيونيل في بلوس انفيني، هادو القواعد خاصكم تضبطو مزيان. إذا النهاية ديال واحد الفونكسيون راسيونيل في بلوس انفيني شنو كتساوي؟ كتساوي لا ليميت ديال من؟ ديال لو تيرم اللي عندو أكبر درجة، الحد اللي عندو أكبر درجة. إذا حنا عندنا حدودية أكبر درجة هو إكس كاري على الحد اللي عندو أكبر درجة هو إكس لتحت. إذن لا ليميت طبيعة الحال هنا ممكن نعملو بإكس ونختازلو ونحسبو النهاية، ولكن من الأحسن نستعمل هاد الطريقة هادي لأن سهلة. إذا عندنا إكس كاري إلى إكس بعد اختزال بإكس كيبقى لينا إكس بلوس لانفيني إنتيغرال بلوس لانفيني.